أنا بس من خلال إذاعتكم أحب أوجه دعوة لإخواننا الفلاحين المزارعين مزارعي الطماطة في القاطع الغربي من محافظة البصرة، إنه إحنا كمياتهم من الأسمدة موجودة متوفرة لدينا، راجين زيارتهم للشعب الزراعية واستلامهم حصصهم السمادية من خلال مخازن شركة منتشرة في محافظة البصرة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، عندي دعوة لإخواننا الفلاحين أو العفو المربين مربي الدجاج البياض واللحم، إنه توجد عندنا مادة البريمكس، وهاي المادة هي جدا مهمة وأيضا هي مدعومة. والشيء الثاني تباع يعني ضمن نظام البيع بالآجل، يعني مو نقد بالآجل، فاللي يحب يحصل عليها أو يحب يعني يستفاد من عدها يزورنا بشركتنا من خلال المقر العام وفرعنا حتى يتم تجهيزها.